مرحبا، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير حلى دانيات بنكهة الفانيلا. عنا 3 كوب حليب، ساعة كل كوب 180 ملي. بدي استعمل ملعقة صغيرة فانيلا، 3 معالق طعام سكر، و5 معالق صغار نشا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حط النشا، سكر، ملعقة صغيرة فانيلا، بنحركهم مع بعض. هلا بحطهم على الغاز وبحرك تحريك مستمر ليشتد المزيج. بس اشتد المزيج بهيدا الشكل بطفي الغاز وبحطهم بكاسات. بسم الله. زيني اكيد حسب الرغبة. انا راح احط بر الشوكولا على الوجه، شي خفيف بهيدا الشكل. كمان راح احط حبة كرز مجفف. هولي حلدانات بالفانيلا اللي عملتهم انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.